مرحبا، رايحين لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 36 إذا لا باج 36 في أعلى الصفحة أو هو دو لا باج. كوم نو لو فويون أون لو ميزي محمد السيس دار مودرن إي كونتومبوران. لو ميزي محمد السيس دار مودرن إي كونتومبوران رابا. إذا نتكلم عن متحف محمد السادس للفنون الحديثة والمعاصرة بالرباط، كما نلاحظ هذا المتحف كما نرى على الصورة، طبعا كما هو مطلوب منا في أسفل النص j'observe l'image avant la lecture، قبل القراءة j'observe l'image، أنا ألاحظ الصورة. إذن هذه صورة متحف محمد السادس من الخارج. طبعا هناك صور أخرى لهذا المتحف كما نلاحظ. إذن كما نرى متحف محمد السادس من الخارج شيئا ما من الأعلى، هذه صور المتحف كما نلاحظ للميزي محمد السيس كما نلاحظ. إذن هذه صور المتحف من الخارج، ثم من الداخل طبعا كما نلاحظ أنه يعنى بالصباغة أو بمعنى آخر كل أنواع الرسومات. هذه الصور من داخل متحف محمد السيس كما نلاحظ. إذن نعود إلى الفقرة situé dans le centre ville de Rabat، إذن متموقعا أو واقعا دون لو سونتر فيل دو رابا وسط مدينة الرباط. كما نتكلم هنا متموقعا دون لو سونتر بمركز دون لو سونتر فيل دو رابا بمركز مدينة الرباط. طبعا لو سونتر فيل كما نقول المدينة القديمة بمعنى آخر، إذا غالبا يكون مركز المدينة هو البناء القديم. إذا سيتوي دون لو سونتر فيل دو رابا، إذا متواجدا بمركز مدينة الرباط كما نقول. لو ميزي محمد السيس دار مودرن اي كونتومبوران. لو ميزي محمد السيس دار مودرن اي كونتومبوران، اذا نتكلم عن متحف محمد السادس، ايتك خيي انه انشئ باغمي بليزيوغ اسباس كولتيغيل، اذا هو انشئ من بين مجموعه مساحات ثقافيه دون لا بيبليوتيك ناسيونال، منها دون كما نقول منها نتكلم عن هاد بليزيوغ اسباس كولتيغيل، اذا نتكلم عن مجموعه مساحات ثقافيه دون منها التي منها لا بيبليوتيك ناسيونال، المكتبة الوطنية، إلو فيتور غون تياتر دو رابا، ثم المسرح الكبير للرباط المستقبلي، ثم المسرح الكبير المستقبلي بالرباط. إذا نتكلم عن لو فيتور، شي حاجة جاية في المستقبل، شناهي؟ غون تياتر، المسرح الكبير دو رابا. إذا نتكلم عن واحد المسرح اللي غيكون في الرباط وغيكون كبير، بمعنى آخر هذا المتحف ثم هاد المكتبة الوطنية هي من بين هاد لي زيسباس كولتيغيل لي جا ضمنها لو ميزي محمد السيس دار مودرن اي كونتومبوران. لو باتيمون سو سيتي سور لافوني محمد السانك، إذا البناية تتواجد، لو باتيمون سو سيتي، إذا كما نتكلم هنا على البناية أنها تتواجد، كما نقول أنها تجد نفسها. لو باتيمون سو سيتي، إذا البناية تتموقع، هنا طبعا نتكلم عن سيتيي، كما لو نتكلم عن أن هذا المتحف أوجد، أنه موقع، كما لو نتكلم عن فاعل آخر هو الذي موقع هذه البناية، هذا المتحف، هنا لو باتيمون سو سيتي، كما لو نتكلم عن البناية تتموقع، كأنها تموقع نفسها، سيغ لافوني محمد السانك، على الشارع محمد الخامس، أو كوطي، بجانب دونسيان كونستركسيون. بجانب بنايات قديمة دون لا موسكي السنة التي منها لا موسكي السنة مسجد السنة. ان بو بلو لوان شيئا ما بعيدا، ان بو بلو لوان شيئا ما بعيدا، سي لو باتيمون دي بارلومون، هناك انها بناية البرلمان. المقصود بعيدا من هذا المكان نجد بناية البرلمان، ثم نجد ماذا؟ لوتيل باليما، ثم نجد فندق باليما، لا بانك دي ماروك، ثم نجد بنك المغرب، إلى غراند بوست، إلى غراند بوست، ثم نجد البريد الكبير، المقصود هنا، ثم نجد بناية البريد الكبيرة، ثم نجد البناية الكبيرة للبريد بمعنى آخر، أغني، طبعا نتكلم عن لوفاب أغني المقصود به جمالة، هنا المجملة، نتكلم عن هاد لا غروند بوست أغني، هي اللي أغني. إذا هاد البناية
بناية البريد الكبيرة أغني المزينة دون انورم أورلوج. دون انورم أورلوج بساعة كبيرة، كما نقول هنا بساعة ضخمة. دون انورم أورلوج بساعة كبيرة. إذا نتكلم عن بناية البريد الكبيرة المجملة أو المزينة بساعة كبيرة. قلنا في الواقع لو ميزي محمسيس اطلع فوا ان كرياسيون مودرن، إذن هو في نفس الوقت إنشاء عصري، بناء عصري، أغابيل ثم هو تذكرة، هو بناء عصري لكنه تذكرة، يذكر بشيء دو لاركتيكتور دو لا بروميير مواتي دو سياكل ديرني، وفي نفس الوقت هو يذكر بالفن المعماري أو بالهندسة المعمارية دو لا بروميير مواتي، بالنصف الأول دو سياكل ديرني للقرن الأخير. شنو هو القرن الأخير؟ هو 2000. القرن الأخير هو من 1900 حتى 2000. حنا دابا غادي من 2000 حتى 2100، هذا القرن اللي احنا فيه، من 2000 حتى 2100. مادام اننا مثلا في 2020، اذا حنا راه داخلين في هذا القرن اللي احنا فيه الان، اللي هو من 2000 حتى 2100. بمعنى اخر نتكلم عن القرن 21. بحال هاد من 2000 حتى 2100 بحال سيرين تنبنيو فيها، اذا حنا بحال سيرين تنبنيو فيها، اذا بالسنوات طبعا، اذا نحن في القرن 21 طبعا، من 1900 إلى 2000، إذا طبعا نتكلم عن القرن 20، القرن اللي مضى هو القرن 20، حنا دابا في القرن 21، إذا القرن الفائت هو القرن 20، طبعا هنا نتكلم عن النصف الأول، إذا نتكلم عن لا بخوميييغ مواتي، النصف الأول دي سياكل ديغني، نتكلم عن من 1900، نتكلم عن من 1900 حتى 1950، هذا هو النصف الأول للقرن الأخير. إذا طبعا هاد البناية التي نراها هنا هي طبعا حقيقة أنه بناء عصري، لكن من حيث الشكل هي تذكر بالبناء الذي كان موجودا من 1900 حتى 1950. إذا نتكلم عن إتا غابيل دو لاركتيكتور دو لا بروميير مواتي دو سياكل ديرني، إتا غابيل دو لاركتيكتور دو لا بروميير مواتي دو سياكل ديرني، إذن هي تذكرة. طبعا نتكلم عن لوفيرب غابلي، نتكلم مثلا عن لوفيرب سو غابلي. سو غابلي يعني أنك تتذكر، سو غابلي يعني أنك تتذكر. إذن هنا نقول عنها إتا غابيل، إي أن غابيل، وهي أيضا تذكرة. دو لاركتيكتور بالفن المعماري دو لا بروميير مواتي، دو لا بروميير مواتي دو سياكل ديرني، للقرن الماضي. دي موتيف غرافور اي طابلو تراسون ليستوار بيكتورال دي ماروك انتر 1914 اي 2014. دي موتيف، اذا نتكلم عن اشكال فنيه، غرافور ثم منحوتات، اي طابلو تراس ليستوار، ثم هناك صور، اي طابلو وصور، نتكلم عن رسومات، نتكلم عن لوحات بمعنى اخر، نتكلم عن لوحات فيها صور او فيها رسومات. اذا نتكلم عن دي طابلو، طبعا طابلو تعني جدول، تعني سبوره، وتعني ايضا لوحه، وتعني ايضا لوحه مرسومه. اذا دي موتيف نتكلم عن اشكال فنيه، غرافير نتكلم عن منحوتات، نتكلم مثلا عن لو فيرب غرافي، غرافي يعني انك تنحت. اي طابلو غوتخاس ليستواغ بيكتورال، اي طابلو غوتخاس ليستواغ بيكتورال دي ماروك انتر 1914، انتر 1914 اي 2014، بور كونستيتوي سون طون دو كرياسيون. هاد الاشكال وهاد المنحوتات وهاد اللوحات غوتخاس انها ترسم، ترسم ماذا؟ ليستواغ بيكتورال، ترسم تاريخ الصباغة، تاريخ الصباغات كما نقول هنا. نتكلم عن بيكتورال تأتي من لابانتور، بيكتورال تأتي من لابانتور يعني الصباغة، وعندما نتكلم عن الصباغة
نتكلم عن الرسومات والألوان إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن هد الفن، نتكلم عن تاريخ هذا الفن. دي ماروك بالمغرب، اونتخ 1914 بين 1914 هذا الذي قلنا اي 2014 والى حدود 2014 pour constituer، من اجل اعاده الانشاء. pour constituer، من اجل اعاده الانشاء. اعاده انشاء ماذا؟ 100 ans de création، 100 عام من الابداع، 100 عام الابداع او من الانشاء او من الخلق. نتكلم عن لو فيرب كريي، نتكلم عن لو فيرب كريي يعني فعل انشاء او خلق كما عندنا هنا ايرتي كريي. خلقت المقصود انها اخرجت للوجود، كما لو نقول انها صنعت الى غير ذلك من هذه المعاني المتقاربه. طبعا نتكلم هنا عن هد الفن الذي يعيد انشاء، عندما يعيد التذكير بما مضى وكأنه يعيد إنشاء ما كان موجودا. إذا الإنسان سيحس بهذه الأمور التي كانت موجودة في ذلك الزمان، إذا وكأنه يعيشها من جديد، وبالتالي فكأن هذه الأشياء تم إعادة إنشائها. إذا دي موتيف، إذا نتكلم عن هذه الأشياء الفنية، هذه الأشكال الفنية غرافير وهذه المنحوتات الطابلو، هاد اللوحات غوتخاس، كل هاد الأشياء غوتخاس، أنها ترسم ليستوار بيكتورال دي ماروك، ترسم تاريخ صباغاتي للمغرب أونتخ 1914 في 2014 بين 1914-2014 كما تلاحظوا 100 عام، 100 عام بور كونستيتيي، من أجل إعادة إنشاء 100 ans de création، 100 عام من الإبداع. إذن هاد إعادة الإنشاء لمئة عام من الخلق يتم كيف؟ كيف يتم ذلك؟ une exposition sur la peinture marocaine depuis ses débuts jusqu'à nos jours. إذن نتكلم هنا عن une exposition، إذن نتكلم عن عرض. l'exposition مقصود به العرض، une exposition، إذن هناك عروض أو معروضات بمعنى آخر sur la peinture marocaine، حول الصباغة المغربية، حول الرسومات المغربية depuis ses débuts، منذ بدايتها، منذ أن بدأت jusqu'à nos jours، وإلى يومنا هذا. طبعا نحن الآن لازلنا قريبين من هد 2014، إذن وكأننا نتكلم عن اليوم. إذن من 1914 حتى 2014 دوبوي 1914 جوسكا 2014 صافي 100 ans de création، إذن هذا يجعل منها 100 سنة من الخلق. إذن نستكمل في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.